بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا الآن هنأخذ الدرس الأول في الفصل الأول اللي هو الخطوات الأربعة لحل المسألة. الخطوات الأربعة، أو الأربع زي ما هو مكتوب، لحل المسألة. طيب، احنا الكتاب أعطانا أربع خطوات، هنبدأ نفصلها ونشرح عليها. هنبدأ بأول خطوة. قال لك الكتاب أول خطوة طبعا لحل مسألة. أول شيء قبل ما نفصل، خلينا نشوف العنوان. قال لك أول شيء أربع خطوات. ثاني شيء ليش لحل مسألة؟ يعني أنت عندك سؤال ونبغى نحله. عشان نحل هذا السؤال، عشان نوجد الحل، عشان نقدر نوصل للحل، لازم نستخدم الأربع الطرق، الأربع الخطوات اللي يعطينا إياها، الأربع الخطوات اللي يعطينا إياها. طيب، إيش أول خطوة؟ أول خطوة أعطانا إياها في الكتاب اللي هي افهم. أول خطوة افهم، هذه أول خطوة، أول خطوة من خطوات حل المسألة. جميل، كلام جميل. هذه الخطوة الآن نبغى نعرف إيش يعني كلمة افهم. إيش يعني كلمة افهم؟ أول حاجة، افهم معناها اقرأ السؤال بتأني، يعني بالعامي كذا اقرأ السؤال بشويش، يعني اقرأ السؤال على مهلك. أو افهم معناها أول شيء اقرأ السؤال على مهلك، بالعامي كذا على مهلك، يعني بشويش، يعني بتأني، بأي كلمة تناسبك. هذا معنى يفهم، يعني لما يجيني سؤال أول شيء أقرأ بتأني على مهلي. طيب، في نقطة ثانية في افهم، افهم معناها حدد المطلوب. ما هو المطلوب؟ الآن احنا لما يجينا سؤال ونبغى نحل السؤال هذا، نبغى نعرف الأستاذ أو المعلم إيش طلب مننا، يعني السؤال هذا إيش مطلوب فيه، إيش مطلوب في السؤال عشان نحله. جميل. طيب، فثاني نقطة نحدد المطلوب، يعني بالعام كده الأستاذ إيش يبغى مننا، هذا معنى افهم. النقطة الثالثة اللي هي تحديد المعطيات، تحديد المعطيات أو المعطيات. إيش يعني كلمة معطيات؟ طيب، إيش يعني كلمة معطيات؟ لما يجينا سؤال، أي سؤال، السؤال هذا يكون فيه له معلومات تفيدنا عشان نوصل للحل. هذه المعلومات يسموها معطيات. فيصير المعطيات هي المعلومات الموجودة في السؤال والتي تساعدنا على حل المسألة. هذا يعني معطيات. يعني أنا لما أجي أقرأ السؤال أول شيء أقرأه بتأني، بعدين أحدد إيش المطلوب في السؤال، يعني إيش الحل المطلوب، إيش يبغى في السؤال، بعدين أخرج المعطيات على جنب اللي هي المعلومات اللي تساعدني على حل المسألة. طيب، نسينا نحط هنا الهمزة، المسألة. طيب، الآن عشان نوضح النقطة الأولى من الخطوات لازم نعطي مثال نحل به المسألة. طيب، لو كان الآن لازم نعطي سؤال. جميل؟ لازم نعطي سؤال. طيب، إذا كان
سعر التفاحة ريالان، وقام أحمد بشراء خمس تفاحات، فما هو المبلغ الذي دفعه أحمد؟ طيب الآن احنا قلنا لما نجي نحل مسألة نطبق الأربع الخطوات، احنا لسه ما أخذنا إلا الخطوة الأولى اللي هي خطوة افهم. خطوة افهم، جميل؟ طيب الآن احنا في خطوة افهم. خطوة افهم مش تقول اقرأ السؤال على مهلك. طيب إذا كان سعر التفاح ريالا وقام أحمد بشراء خمسة تفاحات، فما هو المبلغ الذي دفعه أحمد؟ الآن قرأنا المسألة على مهلنا. الخطوة الثانية، ما هو المطلوب؟ يعني إيش المطلوب حله في السؤال؟ نجي ونحط خط تحت المطلوب. لاحظ المطلوب هنا، فما هو المبلغ الذي دفعه أحمد؟ صار المطلوب المبلغ الذي دفعه أحمد. يعني إذا أنا وصلت للمبلغ اللي دفعه أحمد أكون حليت المسألة. جميل، إحنا الآن ما نعرف المبلغ اللي دفعه أحمد. طيب نيجي الآن للمعطيات. قلنا المعطيات هي المعلومات، هي المعلومات اللي موجودة في السؤال، معلومات موجودة في السؤال. لاحظ في السؤال، نرجع للسؤال، إيش المعلومات؟ خلينا الآن نبدأ نخرج المعطيات. أول المعلومات اللي موجودة سعر التفاحة. سعر التفاحة كم؟ هو قال لنا في السؤال ريالين، فسعر التفاحة يعتبر من المعطيات لأنه معلومة، فنقول سعر التفاحة ريالين. هذا أول واحد، هذا أول واحد من المعطيات، فنكتب المعطيات ونقول سعر التفاحة ريالين. طيب في معلومة أخرى في السؤال؟ ايوه في، يقول لك احمد او قام احمد بشراء خمس تفاحات. قام احمد بشراء خمس تفاحات، جميل. الان كيف نحل المسألة؟ الان احنا معانا الفهم، خلاص طبقنا الثلاث العمليات اللي موجودة في الفهم. طبقا احنا نبغى نوجد مين؟ نبغى المطلوب، لان هنا المطلوب، ما هو المطلوب؟ المبلغ الذي دفعه احمد. انا عندي التفاحة قيمتها كم؟ ريالين، قيمتها ريالين، واحمد اشترى كم؟ اشترى خمسة، فنستخدم الضرب هنا، نستخدم الضرب، فنقول اثنين. من فين جبنا اثنين؟ اللي هي ريالين سعر التفاحة، ضرب خمسة. ليش قلنا خمسة؟ لأنه أحمد اشترى خمسة، هذه من المعطيات اللي جبناها في السؤال. فاثنين ضرب خمسة يطلع الناتج كم؟ عشرة، معناته أحمد دفع كم؟ دفع عشرة ريالات، دفع عشرة ريالات. كذا شوف وصلنا للناتج بتطبيق الخطوات اللي موجودة في الخطوة الأولى اللي هي افهم. ليش استخدمنا الضرب؟ ليش استخدمنا الضرب؟ جميل، انت ممكن تفهمها بطريقة ثانية. نقول عندنا كم التفاحة سعرها؟ ريالين. احمد كم اشترى؟ اشترى خمسة، فنقول ريالين وريالين وريالين، خمس مرات وريالين وريالين. هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، صار كم مجموعها لو جمعناها؟ اشترى تفاح وتفاح وتفاح بالشكل هذا، صار مجموعها عشرة، صار مجموعة عفوا عشرة، عشرة. طيب فهو بدل ما يكررها خمسة مرات قال لا، أنا أضرب الاثنين في خمسة، عشان كذا استخدم الضرب. فأنت ممكن تستخدم الطريقة هذه، إنك تجمع خمس مرات الاثنين أو تستخدم الضرب، فصار أحمد اشترى بعشر ريالات.
وهذا طريقة تطبيق الخطوة الأولى من الخطوات الأربعة لحل المسألة. طيب الخطوة، احنا طبعا الخطوة الثانية في الخطوات الأربعة لحل المسألة اللي هي خطط. خطط ايش يعني خطط؟ ببساطة كلمة خطط يعني خطوات حل المسألة. كأننا نقول خطوات حل المسألة. طيب نجي للمثال اللي هنا اللي سبق وذكرنا، إذا كان سعر التفاحة الآن وقام أحمد بشراء 5 تفاحات فما هو المبلغ الذي دفعه أحمد؟ كيف نحل هذه المسألة؟ كيف نحطها في خطوات؟ نقول إحنا عشان نحل هذه المسألة لازم مثلا نعرف سعر التفاحة. سعر التفاحة كم ريالين؟ نقول سعر التفاحة ريالين. طبعا احنا قاعدين نخرج المعطيات، واحمد اشترى 5 تفاحات، فعشان نجيب المبلغ اللي دفعه احمد لازم نضرب عدد التفاحات في سعر التفاح. هذا الآن يسمونه تخطيط أو خطوات حل المسألة. خطوات حل المسألة. لاحظ معايا هنا الآن نضرب عدد التفاحات في سعر التفاحة. طيب لو طبقنا عدد التفاحات كم؟ عدد التفاحات 5، خلينا نستخدم لون آخر، 5 نضربه في كم؟ في سعر التفاحة. سعر التفاحة كم؟ ريالين، اللي هو 2 يساوي 10. بالطريقة هذه كلمة خطط معناها خطوات حل المسألة، يعني ما هي الخطوات من البداية إلى النهاية اللي تساعدني على إيجاد جواب المسألة. هذا معنى كلمة خطط. احنا حنشوفه في مسألة منعزلة، بس لاحظينا احنا ايش سوينا. احنا قلنا عشان نحل المسألة نضرب عدد التفاحات في سعر التفاحة، هذا يسمى تخطيط. هنا هذا يسمى تخطيط، وحنشوف ان شاء الله كيف نحل المسألة متكاملة بعد ما نغلق الخطوات الأربع لحل المسألة.